الأستاذ بشير بن جلون الكاتب العام لجنة التراث والمشرف عام على المؤتمر الدولي السادس لفاس لتاريخ الطب والذي ينظم هذه السنة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. اختارت اللجنة المنظمة كموضوع لهذه السنة تاريخ الجراحة في التراث الإسلامي. هذه السنة يعرف هذا المؤتمر عرض معرض مؤسسة شادي مشيش العالمي معرض الأندلس المسلمة الذي يعرض لفترات زاهرة لتاريخ الأندلس. المعرض المؤتمر يعرف حضور ثلة من خبراء تاريخ الطب من حوالي 16 دولة. هناك الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، ماليزيا، إيطاليا، البرتغال، الهند، كلهم جاءوا ليقدموا بحوثهم حول تاريخ الطب في التراث العربي الإسلامي ويظهرون روعة هذه الفترة الزاهية من تاريخ المغرب. هذا المؤتمر والحمد لله سنة بعد سنة يعرف إشعاعا كبيرا وأصبح يعني بامتياز مؤتمرا دوليا يعني يأتي له يعني المؤتمرون من جميع بقاع العالم.